أكثر، وأيضا تسليم الجوائز كان في انطلاق هذا الملتقى وإعلان عن البحوث الفائزة. معنا في رحاب المساء المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي، أستاذ مشارك بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، أحد الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في مجال التعليم والموارد البشرية. دكتور راشد مساء الخير، مرحبا بك معنا، نبارك لك هذا الفوز وهذا البحث الفائز في هذا الملتقى. مساء النور أخي العزيز، وبارك الله فيكم وبارك الجميع وشارككم، بارك بإخواني وزملائي الباحثين كذلك في هذا اليوم، وهو اليوم الذي شهد الملتقى السنوي للباحثين. فشكرا لكم. دكتور، نبذة بسيطة من خلالها، تعريف بسيط نحن والمستمعين من خلال نتعرف على هذا البحث الفائز وما حمله من عناوين رئيسية في مجال التعليم والموارد البشرية. البحث الفائز هو أحد البحوث في قطاع التعليم. هناك عدة قطاعات، حوالي 7 قطاعات، وكل منها له جائزة سنوية مخصصة. هذه الجائزة من جزئين، جائزة لما بعد الدكتوراه وهي تعطى عادة للباحثين الذين يتم تمويل بحوثهم من قبل مجلس البحث العلمي، وجائزة أخرى للطلبة، طلبة الماجستير والدكتوراه الذي يتعلق بهذه القطاعات المختلفة. هذه الجائزة التي حصلنا عليها بحمد الله اليوم هي كانت في قطاع التعليم والموارد البشرية عن البحث العلمي، والذي كان يعنى بإنشاء حدائق مدرسية وفي مختلف محافظات السلطنة. وهذا المشروع كان بقيادة زميلي الأستاذ الدكتور عبد الله أبو سعيدي من كلية التربية، وكذلك شاركنا فيه الدكاترة الدكتور نيل تايلر من جامعة أستراليا. هذا البحث الذي انتهينا منه من أدابه وكذلك تم نشره في مجلة علمية محكمة، كان يختص بدراسة تأثير الحدائق المدرسية على التحصيل العلمي للطلبة في المدارس في مستويين مختلفين. في المستوى الأول كانوا طلاب الصف السابع، والمستوى الآخر طلاب الصف الثاني. هذا البحث كذلك كان يدرس جوانب أخرى متعلقة بالتغذية بالنسبة للمستوى الصحي للطلاب، ونشأت فكرته من اهتمام أولياء الأمور تحديدا بتغذية أطفالهم وتلاميذ المدارس. هذه فكرة المشروع أخي العزيز. نعم، النتائج الأبرز، النتائج التي خرج بها يعني موضوع جدا مهم، تأثير الحدائق المدرسية وفكرة تأثير الحدائق المدرسية أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وأيضا أنتم كفريق بحث وكباحثين في هذا المجال بتأكيد تطمحون أيضا إلى أن تكون أو يكون هذا البحث محل تطبيق أيضا. بالتأكيد هو كان فكرة المشروع تطبيقية 100%. قبل بداية المشروع كان هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم بتحديد المدارس المستهدفة. كان التمويل محدود وكان فيه دراسة مبدئية، فلم يكن الغرض هو توسع المشروع قبل معرفة فائدته والجدوى منه. فتم اختصار عدد من يعني تم تزويدنا بمجموعة المدارس، وصل حوالي 30 مدرسة في محيط المحافظات القريبة من جامعة سلطان قابوس، وهي محافظة جنوب الباطنة ومحافظة مسقط ومحافظة الداخلية على وجه التحديد. وتم اختيار 6 مدارس، 3 البنين و3 البنات في هذه المحافظات الـ3. في كل منها تم إنشاء يعني مدرسة أو مشتل نموذجي، حديقة مدرسية نموذجية بناء على المعلومات التي كانت متوفرة عن مثل هذه الحدائق في أوروبا والدراسات السابقة التي يعني درسناها حول النموذج الذي يجب أن ينبغي تطبيقه في حال إنشاء حدائق مدرسية تعليمية الهدف منها تعليمي بحثي. وكانت خلفية الموضوع أن يتم دراسة تأثير هذه المدارس على التحصيل العلمي للطلاب أنفسهم. وكان من ضمن المشروع أن احنا دخلنا في المنهج، تم تحليل المنهج الدراسي من الصف الأول حتى مستوى الصف السابع اللي هو المستهدف الأخير، وتم معرفة خلفية الطلبة بالنسبة لكل ما يتعلق بالحديقة النباتية من ناحية البيئة وكذلك التربة والمعادن
وأنواع النباتات، وكل هذه المعلومات العلمية تم تحصيلها وتحليلها وإعداد امتحانات أولية مسبقة قبل بدء تنفيذ المشروع هذا الكلام، وتم توزيعه على هذه ست مدارس المختارة لتقييم الطلاب قبل بدء الدراسة. وبعد ذلك تم إنشاء المشروع بالتعاون مع الزملاء في محطة التجارب الزراعية في كلية العلوم الزراعية والبحرية، وكذلك الأخوة المختصين في مراكز التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون بالتأكيد مع الأخوة المدرسين والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس المستهدفة. كل هذا الطاقم الكبير نتج عنه تعاون وتنسيق وعدة ورش عمل حتى نتمكن من الوصول إلى الهدف، وهو تقييم فائدة هذه المدارس على الطلاب سواء من ناحية التحصيل العلمي أو كانت من المعرفة العامة بالزراعة والإنتاج الزراعي وكذلك جودة المنتجات والتغذية. والحمد لله النتائج كانت جيدة جدا، حتى يعني ما توقعنا تكون بهذا يعني هذه المدرسة يكون لها هذا الوقع وهذا الاهتمام، خصوصا من الجهات الغير مستهدفة. مثلا على سبيل المثال أدخلك أخي عوض، هي أولياء الأمور على سبيل المثال، كان هناك اهتمام وقطع النظير بهذه الحدائق المدرسية من قبل أولياء الأمور أنفسهم، حيث زاروا المدارس وزاروا هذه الحدائق وقاموا بورش عمل وأيام يمكن أن نسميها أيام زراعية في هذه الحدائق، وقاموا بالفعل بمعاونة أبنائهم الطلاب في المدرسة بزراعة بعض المحاصيل مثل المانجو والليمون غيره في الحديقة المدرسية، فصارت كأنها يعني خلية نحل هذا المختبر، وليس فقط للمدرسة وللتلاميذ وطلاب المدارس ولكن للمجتمع ككله. وأعتقد أن فكرة الحديقة المدرسية نموذج ناجح لما يجب عليه إن شاء الله مستقبلا من ناحية المدارس الخضراء والمدارس المجتمعية التي يستهدف بها المجتمع ككل، بحيث أنه جميع المجتمعات الحمد لله في السلطنة معظم المجتمعات وجميعها تقريبا يوجد بالقرب منها مدرسة. هذه المدرسة ممكن تشكل نواة لبداية حديقة مدرسية، لبداية مزرعة، لبداية الاهتمام بقطاع الزراعة، لبداية ريادة الأعمال في القطاع الزراعي. كل هذا ممكن يتأتى إذا موفرت هذه المدارس في موفرت هذه الحدائق في المدارس. هذا عوضا عن الفوائد الصحية التي جنها الطلاب، حتى أن الطلاب التلاميذ هؤلاء الذين هم في الصف الثاني والصف تفاعلوا أكثر، حصلوا على معلومات أكثر في نفس المجال بالتأكيد. دكتور انطلاق أيضا الملتقى السنوي الخامس للباحثين وتواجد أيضا عدد كبير من المشاركين والباحثين والأكاديميين والخبراء المهتمين أيضا بهذا الجانب، تبادل هذه الأفكار وهذه الآراء، تواجد أيضا أوراق العمل المصاحبة ما سيعرض في هذا الملتقى أيضا والإثراء في هذا الملتقى. بالفعل كما تفضلت أخي العزيز، الملتقى السنوي للباحثين هي فعالية سنوية ينظمها مجلس البحث العلمي، تجمع الباحثين من مختلف الجامعات ومختلف الكليات ومختلف المؤسسات البحثية في السلطنة، تجمع المؤسسات البحثية، تجمع القطاع الخاص وجهات التمويل، كذلك تجمع مجلس البحث العلمي وكل الباحثين، سيكون عندك مختلف وجهات النظر، مختلف الخبرات يتبادل فيها الخبرات، خصوصا في المرحلة القادمة نحن محتاجين لا ما يسمى يعني مالتيدسيبلينري أو المنهجية متعددة التخصصات في البحث العلمي، يعني يكون أكثر من جهة مشاركة في البحث الواحد. فعلى سبيل المثال هذا البحث اللي احنا تكلمنا عنه قبل قليل أو الحدائق المدرسية شاركت فيه عدة جهات، احنا انفسنا في داخل جامعة قابوس من كلية العلوم الزراعية والبحرية هناك فريق، وفريق من كلية التربية، وهناك ايضا جهات اخرى مشاركة، حديقة النباتية على سبيل المثال، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التربية والتعليم. هذه الجهات كلها مجتمعة تقوم بعمل بحث واحد، في نهاية المطاف يخرج هذا البحث بجودة وتأثير على الجميع مفيد ومستدام. هذا هو الوجه وهذا هو الحدث من الملتقى السنوي للباحثين. وما يميز هذه السنة أخي العزيز أن هناك مشاركة من رؤية عمان 2040 في هذا الملتقى، وجميع الأفكار التي طرحت من قبل هؤلاء الباحثين وأغلبهم كذلك شباب عمانيين جابوا أفكار وطرحوها وناقشوها فيما يتعلق بهذه الرؤية وكيف يمكن أن يلعب البحث العلمي في السلطنة دور
مهم جدا في وصول لاحداث هذه الرؤيه هي رؤيه 2040 باذن الله. شكرا لك ونبارك لك مره اخرى. المكرم الدكتور راشد بن عبد الله اليحيائي استاذ مشارك بكليه العلوم الزراعيه البحريه بجامعه السلطان قابوس والفائز بالجائزه الوطنيه للبحث العلمي في مجال التعليم والموارد البشريه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم اخي. شكرا لكم اخي. شكرا. في ريح.